وللحديث أكثر حول التبعات والآثار الاقتصادية من هذه الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا، ينضم إلينا هاتفيا من الرياض الكاتب الاقتصادي الدكتور عبد الله باعشن. حياك الله دكتور عبد الله معنا على التاسعة. دكتور عبد الله، في البداية، مع عودة الأمور إلى طبيعتها يعني في بعض المجالات، كيف سيتأثر الاقتصاد السعودي وربما سينتعش حتى؟ مرحبا أخ محمد والمشاهدين والمشاهدات الكرام. ما في شك، أنا أعتقد أنه كما تناولت في الواقع أنه عودة النشاط، وخاصة إذا أخذناه من الناحية انعكاساته الاقتصادية على ثلاثة مجالات مهمة، وهي التي تأثرت الحقيقة في خلال 33 يوم، وهي المطاعم والمقاهي والأندية الرياضية. هذه في الواقع من النظرة الاقتصادية تعتبر الاقتصاد الدفاعي لأي اقتصاد عالمي، فهي الحقيقة الاقتصاد الذي لديه حجم استهلاك كبير، كمية النقد، كمية السيولة المتحركة فيه عالية جدا، كذلك يحتوي على عدد كبير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخاصة مع توجهات شباب الأعمال إلى هذه الأعمال. فهو إذن أستطيع أن أقول أنشطة تتأثر بها كثيرا من القطاعات، فالعودة إليها، وخاصة الحقيقة في عملية تنظيم العودة بحيث أن تكون الدولة أو وزارة الممثلة في وزارة الصحة جهزت كل الإمكانيات لهذه العودة، منها استخدام التكنولوجيا، التنظيم مع وزارة الداخلية، فإذا أصبح لديك البنية التحتية ولديك كذلك النظرة المستقبلية أو عملية التوازن بين الأثر الاقتصادي والأثر الصحي والاجتماعي. وأعتقد أنه لو نظرنا إلى خريطة العالم سنجد من بداية هذه الجائحة والعالم يحاول أن يجد المخرج لهذا التوازن حتى يستطيع أن يستمر. نعم دكتور عبد الله، يعني من بداية الجائحة ومنذ أن بدأت المملكة في اتخاذ إجراءات تدابير وقائية وخلافه من أول يوم في تسجيل الحالات وإلى اليوم، كيف تابعت البنية التحتية أو المتانة الاقتصادية للمملكة؟ ما في شك يا أخ محمد أن أي مراقب بالحقيقة سيجد أول حاجة الخطوات التي خطتها المملكة في خلال هذه لو أخذناها الحقيقة من الناحية الزمنية، احنا نتكلم الان عن عام مضى، كانت المملكه من اقل الدول المتاثره من الناحيه الصحيه، وهذا يعود الحقيقه للجهود التي تبذل في هذا المجال، ثم عمليه القفزات باستخدام التقنيه في اداره الازمه، وهذه الحقيقه تعطيني مؤشر لمستوى كفاءه العمل الاداري والعمل التنظيمي في المملكة العربية السعودية. العامل الآخر، وهو قد يكون العامل المهم وسألت عنه، هو انعكاساته الاقتصادية. فانعكاسات الاقتصاد، دور الحقيقة المملكة العربية السعودية سواء كانت من حزم التحفيز أو الإعانات أو عملية سد الفجوة بين تكلفة الموارد البشرية في القطاعات الذي تأثرت بهذه الجائحة، كذلك يعطي إلى متانة الاقتصاد، وإن الاقتصاد السعودي هو اقتصاد للتنمية، ولكن يستطيع أن يكون رافدا قويا في أوقات الأزمات والأوقات الصعبة. نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الله باعشن الكاتب الاقتصادي، كنت معنا هاتفيا.